أظن ثلاثة أوراق أو أطروحة أولا موضوع عن دور علماء في تحرير الأقصى والقدس وكما قال الشيخ عبد الوهاب كنجي دور علماء مهم جدا وقدمت لأن الوقت ضيق جدا وطبعا انتم هناك يعني اطروحات مهمه اخرى ثم قدمت اطروحه موضوع خطوات من اجل تحقيق الوحده الاسلاميه واريد ان اعرض يعني خلاصه لهذا هذه الاطروحه تتضمن الاطروحه عن المقدمه في المقدمه قلت ان الوحده الاسلاميه قضيه أولتها الشريعة الإسلامية وهي من الأهمية بمكان، لأن الاجتماع أصل من أصول الدين، والدين يحث على التعايش وتكريم الإنسان، والوقوف بحزم في وجه دعاة الغلو والتطرف، وضرورة كشف الشبهات، وبيان الحق للجماعات المتطرفة، فيما تمارسه من تفجير وتكفير ومخالفات شرعية جسيمة، وهي أمر مهم للغاية من أجل الحفاظ على أسس الحضارة الإسلامية وثبات الدول الإسلامية والعربية ككل أمام هجمات أعدائها وقوى الهيمنة الغربية وصهيونية كما تعلمون وفي صدد تحقيق الوحدة هناك موانع عديدة تحول دونها في واقع الأمة منها الاستقطاب السياسي الحاد والصراعات الاستراتيجية القائمة بين الدول الكبرى في المنطقة هناك حروب بالوكالة تشمل منطقة مثل تركيا والسعودية وإيران ومن ورائها وجود مخططات سيادية لقوى الاستكبار العالمي كما تكلم الإخوة السابقون ثم إن بعض الدول العربية والإسلامية لم تكتمل فيها أركان الدولة الوطنية بعد لوجود هويات أولية مختلفة غير واقعية وشخصيات قيادية تنتمي إلى اتجاهات سياسية غربية وإسرائيلية بل هناك من يتبنون سياسة صدامية مع الأشقاء العرب والمسلمين ويؤيدون اتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني بل ورموا منظمه اتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالارهاب. منظمه تحتوي على تضم الاف العلماء من جميع انحاء العالم ومن هنا ايها الاخوه نرى انه لتحقيق الوحده الاسلاميه ولتغيير مستقبل العالم الاسلامي لابد أن يسبقها تحقق شروط أولية كمقدمة لقيام أساسيات الوحدة من ضمنها قلت توافر الحرية أي الحرية بشكل عام وحرية المعتقد بشكل خاص وأختصر وأقول وتعددية أيضا ثانية التعددية ضمن إطار الوحدة العامة أو كما يسميها السيد الشيرازي الثاني الوحدة الإطارية والتعددية التنافسية الوحدة في ظل حزب واحد أو مبدأ واحد هو التشتت والتفرقة والتمزق وإنه من المهم جدا أن يأخذ الناهضون الذين يريدون توحيد صف المسلمين ولم شملهم بمبدأ التنافس في العمل يأخذ مبدأ التنافس في العمل لأن يعني التنافس يخلق في الإنسان روحا غريبة تطلب التقدم ثالثا مراعاه قانون الاكثريه وهذا لا يعني الغاء الوحده بل انه السبيل الى تمتين دعائم الوحده فاذا كانت القضيه تختص بطائفه ما يؤخذ براي اكثريتها اما اذا كانت تتعلق بالمسلمين عامه فيؤخذ براي اكثريه طوائف جميعا ويتم هذا عن طريق كيان سياسي خاص بالاضافه الى ذلك لابد على الامه افرادا وجماعه ان تلم بمسببات الفرقه والاختلاف والتشتت ومدى اثارها المدمره لوحده ومكتسبات الامه. فمن تلك المسببات او العوائق التخلف العلمي والجهل المتفشي في كافه مجالات الحياه وبشكل واسع كما قال الاخوه الشيطان ليس فقط الجن لكن ايضا الانس بل والتكنولوجيا ايضا في شيطان تكنولوجيا اللعب التي تلهي الناس حتى في رمضان هذه الشيطان يعني تقوم بالهاء الشباب والشيوخ لا مؤاخذه يعني وعدم وجود تنظيم الذي هو العمود الفكري لتوحيد الطاقات والصفوف ثالثا الحواجز النفسيه والحدود الجغرافيه المصطنعه بين بلاد المسلمين وتاثيراتها السلبيه على الحريه والاقتصاد وتسبب وتسببها بالتوترات السياسيه والعسكريه بينما نرى ان العالم يسعى بجديه انه توحد كما حصل في الاتحاد الاوروبي. ورابعا معارضه الوحده، هناك ايضا من يعارض الوحده من اخواننا. ايها الاخوه طبعا عناصر الوحده فيها الوحدة تعصيل أو الأصل وفقه الوحدة وأخلاق الوحدة وآليات علمية وعملية تعصيل الوحدة طبعا الوحدة في الإسلام في المجتمع الإسلامي أصل ومعنى الأصل أنه أساس ومعيار علمي وعملي للتعامل مع مواضع الاختلاف العلمي والفكري والسياسي والاقتصادي وهناك أيضا أناصر الوحدة الثاني الفقه الوحدة اي تنظيم فقهي لامر التعايش الفقهي بين المسلمين والتعايش الفقهي من ضرورات الحياه الاجتماعيه فان المجتمعات الاسلاميه تجمع بين مذاهب فقهيه مختلفه في العبادات والاحوال الشخصيه والمدنيه والقضاء والعقود ولا يجتمعون على فقه واحد كما تعلمون. ثالثا اخلاقيه الوحده ان الوحده ليست شعارا ولا امنيه وانما هو مشروع عمل وفقه واصل واخلاق وآليات علميه وعمليه كما قلنا. وبالنسبه لاخلاقيات الوحده طبعا هناك اخلاقيه الوحده الالفه والرفق والمداراه والعفو والمسامحه واتباع الحق والتجرد من العصبيه واخلاقيه الاختلاف والفرقه الحسد، المشاكسه، اللجاج والعناد والغضب. ومن أخلاق الوحدة أيها الإخوة التجرد والتحرر من العصبية والالتزام بالحق كما أن من أخلاق الخلاف والفرقة العصبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية كما تعلمون وهناك آليات الوحدة هذه الآليات طبعا آليات العلمية والعملية فنتكلم عن آليات العلمية البحث عن المساحات العلميه المشتركه بين المسلمين في الاصول والفروع والثقافه العامه ومصادر التشريع وليس مساحات واسعه في العقائد وهي مساحات واسعه في العقائد والفقه والتفسير الى اخره. اليات العمليه طبعا الطاعه وهي الاليه العمليه الاولى ان الذي دعانا الى توحيد الامه المسلمه فقال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. جعل الطاعه الأداء المفضله الاقوى لتحقيق هذه الوحده يقول تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما تعلمون. وهناك ايضا ايها الاخوه آليات آه اخرى آه المطاوعه حيث لا يمكن الوصول الى حد مقبول من التفاهم لتسيير ام المسلمين لابد ان يلجا المؤمنون عندئذ الى المطاوعه عند فشل التفاهم اذا كان ضرر المخالفه ابلغ واقوى على هذه الامه من مطاوعه الراي الاخر. التعاون على البر والتقوى جيم التعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كما تعلمون ان هذه الايه معناه العام هناك مخصص لعام الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وإن الاستدلال ينبغي استخدام هات آيتين وإلا يكون الحكم الشرعي المأخوذ من هذا الدليل يكون خطأ التناصر بين المسلمين وملازمة جماعة المسلمين وفي الختام نؤكد الى انه ينبغي ان يقوم العلماء والخبراء والقاده ان يتعاونوا لصياغه ميثاق مشروع وحدوي اسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقه المسلمين ويبين الاصول والثوابت المحكمه الجامعه لهم ويحرر مواضع النزاع والمهمه ويحيلها لاهل الاختصاص للدراسه والنظر وتقريب وجهات النظر فيها ان امكن. وينبغي ان لا يفهم من الوحده الاسلاميه التحزب لمعاداه ومناجزه الاخر، بل الوحده التي تحث على التواصل والتعاون والتعايش معه وصولا للهدف المشترك بين الجميع وهو احلال السلام والوئام حول العالم. وعلينا ايضا ايها الاخوه ان نحس المسلمين بتنوعهم وتعددهم إلى الاجتماع على ثوابت الدين ومحكماته الجامعة والعمل على تجاوز الخلافات السلبية وحل مشكلاتها بروح الأخوة الإسلامية والنعي عن سلبيات التنابز بالتفكير بالتكفير والتبديع والتضليل والاستمساك بعدب الإسلام في الخلاف ومنهجه ومنهج الإسلام في حل النزاعات مشددين على أن وحدة المسلمين وتألفهم مقصد شرعي لا يجوز تمادي في نسيانه ولا التاخر في انجازه وان الشروع في تحصيل متطلباته هو واجب الجميع وان بديله هو فساد ذات البين وب... وهناك اقتراح ايها الاخوه او دعوه الى الجهات المعنيه الى انشاء منتدى عالمي للوحده الاسلاميه ويتضمن اولا مبادرات وبرامج عمليه لتعزيز القيم المشتركه في الداخل الاسلامي مع مد جسور التواصل والتعاون بين اتباع الاديان والثقافات والعمل على مشتركاتها. ثانيا ايجاد مبادرات وبرامج عمليه ضمن مناشط المنتدى العالمي للوحده الاسلاميه وذلك لتعزيز قيم التسامح والتعايش من اجل السلام والوئام في آفاق ترسيخ الوعي ولا سيما في صفوف الشباب. ثالثاً تتضمن تلك البرامج رصد وتحليل كافة الأطروحات السلبية ومن ثم التصدي لها بكفاءة عالية. تعتمد الحكمة والمنطق والمتابعة الجادة والواعية في التعامل معها. رابعاً يعمل المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية على اقتراح البرامج التأهيلية التدريبيه المرسخه لقيم الاعتدال الاسلامي كما قلنا والمعززه لوعيه وذلك للائمه والخطباء والدعاه والمرشدين حول العالم ويقوم بذلك نخبه من كبار المتخصصين في العالم الاسلامي بمختلف مذاهبه ومدارسه من خلال المشترك الجامع بينهم وهو الاعتدال العلمي والفكري. الذي يحمل رساله التسامح والسلام والوئام والتعايش مع الجميع، ويتفاهم بوعي كامل سنه الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعدد بين البني البشر. خامسا يعمل المنتدى على اقتراح المناهج الدراسيه الداعمه لاهدافها التوعويه من خلال برامج يشترك في اعدادها نخبه من كبار العلماء والتربويون عبر مخرجات هذا المنتدى والذي سيعمل فيه كفاءات علمية وتربوية وفكرية متنوعة من كافة المذاهب والمدارس والاتجاهات المحبة للخير وإسعاد البشرية عن طريق جهودها الصادقة والجادة في تعميق الوعي ونشره ومواجهة الأفكار المتطرفة والكارهة والمثيرة للصدام الحضاري والثقافي والمعيقة للتعاون والتبادل والشعور الإيجابي نحو الآخرين سادسا شوية بسيط ننتهي يرتكز المنتدى في جهوده التوعوية للشباب المسلم على احترام الأمهود والمواثيق ولا سيما دساتير وأنظمة الدول الوطنية التي يعيشون فيها الإسلامية وغير الإسلامية وعلى التحذير من الإساءة إليها تحت أي ذريعة سابعا يركز المنتدى في جهوده التوعوية على التعامل مع الجميع بمحبة الخير لهم والصدق معهم والترفع عن اي اسلوب من اساليب مواجهة الاساءة بالاساءة بل بالعفو والصفح والعمل على تعليف القلوب وتقريبها. بالاضافة الى ذلك ايها الاخوة يمكن استخدام تطبيقات حديثة وجديدة في الاتصال والانترنت لتسهيل عملية الاتصال والتنسيق والحوار وتوحيد الافكار او الاتجاه او توجيه المجهودات من جميع الفئات لانجاز مشاريع المتفق عليها قطريا او عالميا، يمكن نستخدم واتساب، يمكن نستخدم فيسبوك، يمكن نستخدم يوتيوب، ونستخدم جميع هذه الايات جميع هذه الاليات المستحدثه من اجل رفع الاسلام وتحديد مستقبل العالم الاسلامي وتحرير فلسطين. ونرجو ان يقوم الاخوه المشاركون في هذا المؤتمر اضافه لهذه الافكار ومقترحات جديده، ثم ايضا ارسلت ايضا ما يسمى اطروحه اخرى من مستشار التجمع الاسيوي لاتحاد العلماء المسلمين الاخ دكتور, عمان حمد، دكتور عماد عماد يعقوب حموت حماتو، وكتب وحده المسلمين فريضه شرعيه. طبعا لا استطيع ان أقدم اليكم ولكن بامكانكم اتصال مع منظم المؤتمر واستنساخ يعني اطروحه جيد اطروحه من غزه من اخينا غزه من اخواننا الازهريين في غزه شكرا لكم ارجو ان لا تؤاخذني لان اخذت الوقت طويل لان المسافه بين ماليزيا 12 ساعه واكثر على الأقل يعني نساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته